هؤلاء شباب من مختلف ولايات الوطن يخوضون مسابقة الأفكار المبتكرة الهاكاثون بمشاريع تهدف لتطوير المدن الذكية. احنا حبينا نديروا ان سيستم لي ليزاتور تاعو يكون عنده ان ابليكاسيون الموبيل تاعو، ان ابليكاسيون اندرويد فيها اون ماب لي يقدر يشوف فيها لي لوكاليزاسيون دي ديفيرون فيلو دي فيلو ديسپونيبل بور بوليتيزاسيون اي ابري il va prendre un vélo, il le déverrouille via un QR scan. Cette QR scan va permettre le paiement selon le temps et la distance qu'il va prendre. Et à la fin, il va remettre le vélo tao à n'importe quelle place qu'il désire. Par exemple, il sera une fuite de gaz dans le dar. Cette application, ce device, ce système détecte le problème. Il détecte le problème tao et il envoie des signaux de cloud. اللي هي حاجه في الفضاء سبيس الكلاود تبعت ذا كنترولين سنتر المركز المراقبه ذا كنترولين سنتر يرسل الفيدباك اللي هو باش يكوبي لي غاز يطفي الضوء وياكتيفي الفونتيلو ذاتس ات هذه هي فير دو ريسيكلاج اليمونتير دونك واش نروحوا عند اللي يبيع الماكله في لي ريستورون ولا لي زوتيل اللي عندهم ريستورون ولا لي باتيسري ولا دي بولونجري نريكيبيري وهذيك الماكله اللي اوليو يرميها يعاود يبيعها ان بري موان شير دونك il suffit que يدخل على لابليكاسيون يشوف كاع لي بوتيك اللي كاينين في لي زونفيرون تاعو ويخير اللي تساعدو واللي قريب عليه واللي يخير البري اللي يساعدو ثاني. المسابقة تنظمها ولاية الجزائر والنادي العلمي للإعلام الآلي عشية الندوة الدولية للمدن الذكية التي ستقام بالجزائر العاصمة. البي تاعو سي باش نتغلبوا على تروا بروبليم اللي هما ايزوليشن ديبندنسي وكونفيدنس اللي هما لا تيز تاع سمارت سيتيز. ايزوليشن اللي هي العزله، فك العزله على الجزائر، حنا ما نشوفوش واش راهم لاحقين الناس التكنولوجيا، هما ايضا ما يشوفوش واش حنا نديروا الداخل، واش عندنا دي ستارت اب. اون بليس سي ديبندنسي، حنا خدموا على النوفل تكنولوجي باش حنايا، باسكو حنا نعرفوا بلي في الجزائر شركات ما يجيبوش دي زيكسبير الجيريان باسكو قلال، سي بور سا حنا نوروهم بلي كاين دي زيكسبير باش نقلعوا هذاك المشكل تاع التبعيه. لو ثروازيام بروبليم سي كونفيدنس، هذا سي ثقه الشعب في التكنولوجيا، او ميم طون ثقه لي زونتربريز في الشغل المبرمجين الجزائريين. المنافسة تعرف مشاركة 250 شابا سيعملون على مدار 3 أيام على بلورة أفكارهم المبتكرة. حاولوا يشوفونا يعني التطبيقات لي زابليكاسيون تطبيقات بالنسبة للأفكار اللي يحبوا يشاركوا فيها، وكان فيه جيولي انترناسيونال لجنة التحكم الدولية واللي ان شاء الله يفوزوا الاوائل، الاول والثاني والثالث. الاول عنده 500 مليون سنتيم، الثاني 200 مليون سنتيم، الثالث 100 مليون سنتيم كتشجيع، وهذا انطلاقا للستارت اب. وبعد ابري هذه الفكره نتاعو فكرته يبغى ديفلوبي المؤسسه الناشئه ان شاء الله. هذا وسيكون للمؤسسة الناشئة نصيب من المنافسة في مسابقة أخرى ستنطلق غدا تزامنا والندوة الدولية للمدن الذكية.